السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول المقارنة ما بين تخصصات إدارة الأعمال، تسويق، الماركتينج، HR، إدارة الموارد البشرية، البيزنس. كل هذه التخصصات من الحاجات اللي كتير جدا بيستفسر بخصوصها، ولذلك حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو عشان يوضح ليكم المفارقة ما بينهم. في البداية هتلاحظ بان كلية إدارة أعمال هي واحدة من الكليات اللي كتير جدا بيقبل عليها في الدراسة، نظرا لانها هي واحدة من الكليات اللي احنا اتكلمنا عن انها قد ايه هي مميزة، نظرا لانها واسعة وكبيرة. يعني ايه واسعة وكبيرة؟ انها بتحتوي على العديد من التخصصات. حابب تدخل ادارة موارد بشرية، حابب تدخل تسويق، حابب تدخل ادارة مالية، حابب تدخل بيزنس، اي مكان التخصص هتجد بانه بيتفرع منها. ولذلك واحدة من ضمن التساؤلات هو ان شخص يقولك انا دخلت الكلية هل ادخل ايه بقى؟ ادخل تسويق ولا موارد بشرية ولا ايه؟ من المهم جدا انك قبل ما تحدد الموضوع ده ان يكون عندك تصور لما هذا اللي انت بتحبه قبل ما تقارن ما بين الحال، انه يوجد افضل او اسوأ من اي تخصص. ولكن المعيار الخاص بالمفاضلة بيقوم على فكرة انا بحب تخصص ايه وبكره تخصص ايه. هل بحب تخصص التسويق؟ هل بحب تخصص ادارة الموارد البشرية؟ هل بحب ادارة المالية؟ طب اعرف الموضوع ده ازاي؟ حاجات كتيرة ممكن انك تعرف بيها الموضوع ده، زي ان يكون عندك اطلاع على الكتب الخاصة بالمجال، انك تشوف نفسك في الدراسة في اول سنة في الكلية انت ملت لاي دراسة لاي كتب. هل مثلا فتحت كتاب التسويق او ادارة الموارد البشرية لقيت نفسك فيه؟ هل وجدت هذا الامر ام انك لم تجد نفسك في التخصص؟ ولذلك حاول ان يكون لديك نوع من انواع الانطلاق، حاول انك تتدرب اثناء الكلية، ولا لقيت تدريب مثلا على ادارة الموارد البشرية في احدى الشركات ادخل وتدرب وشوف هل هم بيشتغلوا ايه. كتير جدا للأسف فضي نفسه طول الكلية على تدريب البنوك فقط، ولكن البنوك هتدربك في مصارف او في الفروع، ولكن انت حابب تدخل ادارة الموارد البشرية حاول تبحث على انترنشيب او تدريب للطلاب على القسم بتاعك. ادخل هتلاقي كتير جدا حتى لو شركة صغيرة، ولكن تشوف بعينك هم بيشتغلوا على ايه علشان تقدر تقرر كويس انت حابب تكمل ايه. اذا اول حاجة تشوف المواد هي قريبة منك ولا لا. ثانيا ما تسيبش بس المواد تقرا خارج المقرر، نزل كتب على الانترنت وهتلاقي كتير جدا على التخصص بتاعك، واقرا وحاول تشوف انت شايف نفسك في المجال ده ولا لا. شوف نفسك بشكل عملي في التدريب الصيفي، وتشوف نفسك انت في التدريب على هذا التخصص شايف نفسك فيه ولا لسه مش حاسس. والله جات لك الفرصة كمان ان انت تنزل في الصيف شغل لهذا المجال، تعرض نفسك على الشركات في الصيف ان انا حابب اتدرب، حابب اشتغل بشكل مؤقت معاك، انزل وجرب. كمان ادخل على المواقع زي لينكد ان او الجروبات الخاصة بالتخصص ده، وادخل واسأل الناس يا جماعة هل الدراسة ممتعة ولا لا، وحاول انك تعرف ان كتير ممكن يدخلك يا عم الدراسة صعبة، يا ريتني ما اتخرجت، يا ريتني ما دخلته. ولكن لا تستمع لكل النصائح السلبية، ادخل وجرب وشوف، وحاول انك توصل بشكل ايجابي علشان توصل لقرار يقدر منه ان انت توصل الى هل هذا التخصص يناسبني او لا. في النهاية تلاحظ بان المقارنة ما بين تخصصات ادارة الاعمال ليس يوجد ليها افضل او اسوأ، ولكن بتعتمد على المعايير اللي احنا اتكلمنا عليها. حاول كويس او انك تعرف انه لا يوجد افضل او اسوأ، ولكن هي انك تعرف هل هذا التخصص يناسبني ام لا، وده عن طريق الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في هذا الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود اي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات او الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.